الاسم مسجد جومع من شان الناس يجتمعوا كلهم يجتمعوا في هذا المسجد. مسجد جومع. جومع هو اسم باللغة المهرية ويعني الجامع. هذا المسمى الذي أطلقه أبناء مديرية حصوين جنوب محافظة المهرة على هذا المسجد التاريخي الذي يعتبر أول مسجد أسس في المديرية وأول دار للعبادة اجتمع فيه أبناء هذه المنطقة. هذا المسجد قديم، أقدم مسجد في حصوين، في مديرية حصوين بشكل عام، اسمه مسجد جومع بالمهرية. سمي المسجد بهذا الاسم لأن في أهل البلاد كلهم يصلوا فيه ويحتفلوا فيه، إذا كان فيه اسمه في مناسبات الأعياد، وكل سوى رزح هناك قدام المسجد في يوم العيد. في عهد الخلافة العباسية، ثالث خلافة إسلامية في التاريخ، تقول المصادر لمنصة التلفزيون المهري أن الحقبة الزمنية التي تأسس فيها مسجد جومع أول مسجد في مديرية حصوين. قبل أكثر من ثلاثة عقود هجر أبناء مديرية حصوين هذا المسجد العريق الواقع على شاطئ المديرية حتى بات الآن بهذا الشكل من الدمار والخراب. مؤخرا بنيت على نفس الشاطئ ستة مساجد أخرى على قرار مسجد جومع الأقدم والأعرق في حصوين. تعرضت هذه المساجد الحديثة هي أيضا للخراب والاندثار. تأسيسه وتجديده، وفي روايات من الأجداد كلمنا استخبرنا الأجداد، يعني قالوا المسجد هذا قديم جدا. بعض يذكروا قالوا من أحد العباسيون حوالي 750 سنة إلى هذا التاريخ. وفي تجديده اللي هذا الكريم اللي هنا 530، أعتقد 1989 هجر هذا المسجد وانتقل إلى مسجد ثاني. يحظى هذا المسجد التاريخي بمكانة خاصة لدى أبناء مديرية حصوين، مؤكدين بالغ استياءهم من الحال المؤسف الذي توصل إليه هذا الإرث الحضاري العريق، وذلك من خلال مطالباتهم ومناشداتهم إلى الجهات المعنية بإعادة تنميم مسجد جومع والاهتمام به والنظر بعين المسؤولية إلى الحالة الصعبة التي يعيشها المسجد. ونتمنى من الخير أو من اللي يسمع هذا الكلام أن يجددوا هذا المسجد ويقوموا بتجديده. هذا المسجد قديم مرة وأحسن، ونتمنى هذا.